السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد معكم زيزو فان إكريكتي. أوكي خوتي، إن شاء الله فيديو اليوم أخوتي سيكون عن تسريبات مرة أخرى يا جماعة. مع هذه المرة تسريبات جدا جدا أسطورية أخوتي. هذه التسريبات أخوتي كيف بزاف اللي طلبوها، كيف بزاف اللي انتظروها منذ فارغ الصبر أخوتي. فأخيرا أخيرا أخيرا جدكم لكم هذه التسريبات، سأسربها لكم في هذا المقطع إن شاء الله. فقط أخوتي مش فقط واحد اللايك والإشتراك وانتم غير مشتركين، فعل جرس التنبيهات، شي كومنت أسطوري مثلكم يا أحلى متابعين. اخوتي تنساوش فقط دعمونا في الانستغرام، نترك لكم الرابط الانستغرام في الديسكريبشن، مع ان اردتم التكلم معي في الفيسبوك او اي استفسار او سؤال في الفيسبوك نترك لكم رابط الفيسبوك الخاص بي. ما نطولش بزاف عليكم اخوتي، يلا نبداو هذا الفيديو بعد الانترودكشن، ليتس جو. اوكي خوتي، من اول هذه التسريبات، اول تسريب عن سكين الشيطان. بخوتي كيف بزاف يقول لي سكين الشيطان اخوتي هبط بزاف بزاف وعينا منو، يعني جميع اللاعبين ما لا يعني لا يهتمون عن سكين الشيطان ابدا، يعني نزل اكثر من مره، حول 4 أو 5 مرات في السيرفر مينا، كيف بزاف اللي جابوه، مو قليل قليل بزاف بزاف اللي بغاو يجيبوا سكين الشيطان. بخوتي نتكلم عن سكين الشيطان يعني بشكل يعني الرئيسي في هذا الحدث. انا نتكلم عن اخوتي رقصة الشيطان الاسطورية اللي تنزل قريبا في السيرفر مينا. راينا اخوتي المطور بدرو حرق هذا الحدث، لكن لم يحرق في سكين الشيطان، فقط حرق يعني الرقصة مع واحد سكين وما شابه. لكن اخوتي مطور في هذا الفيديو في هذا الحدث فيه شوية جواهر وفيه شوية في سكين الشيطان مع الرقصة الاسطورية الجديدة تنزل قريبا ان شاء الله في السيرفر مينا. توقف في هذا الحدث تقريبا، فا ممكن اخوتي ان كاين بزاف اللاعبين سيحققون هذا الحدث من اجل الرقصه، ليس من اجل السكين نعم سكين الشيطان. كما تروح في السيرفر، اتوقع السيرفر بيتنامي او السيرفر اندونيسي، هذا السيرفر اخوتي شوف اخوتي كان يجيب الجواهر ويجيب رقصه وسكين الشيطان مع سكين البنت اخوتي، شيء جدا رهيب. ليس مثل السيرفر مين يحطوا لك يا اخي يحطوا لك بطاقه الجولد ولا يا اخي اكلك القطعه. شوف السيرفر اخر كيفاش هبط معاهم الحدث جواهر، يعني حتى لو ما كانش عندك جواهر ممكن يطيح لك جواهر بنسبه اكبر اخوتي. شوف هذا الشخص اخوتي اللي سبينا في هذا السيرفر هبط له جواهر، هبط له شيء اسطوريه، وجاب سكين الشيطان في الاخير وجاب الرقصه، يعني بأس هذه الطريقة ماشي كيما السيرفر مينا تحرق 10000 جوهرة تحرق لك أكل قطة. ماشي تدوج أكل قطة. أوكي خوتي أنا الحدث سينزل قريبا إن شاء الله، ممكن سينزل مع سكين الشيطان أم ينزل مع سكين آخر إن كان، بس كاين بزاف اللاعبين قالوا سكين الشيطان مبغيناش سكين الشيطان، قال قدر المطور بدرو أنا مبغوش يجيبو مبغوش كاع يهبط سكين الشيطان مرة أخرى، باسكو أي خلاص هبط أكثر من مرة، خلاص خلاص بداو بغاو رقصة وحدها ولا شي سكين جديد. بخوتي اتوقع ان يعجبكم ان شاء الله هذا الفيديو قريبا ان شاء الله، فكونوا مستعدين. ثاني تسريب اخوتي في هذا الفيديو اخوتي عن الفاير باس. الفاير باس كيف زعما متابعين في جميع انحاء السيرفر ميرا يا اخي يقولوا مدينة الفاير باس كما تعرفون اخوتي في هذا المتجر التخفيضات، هذا البيض صح بيض ما عجبنيش بزاف اقسم بالله، غير ما كاش فاير باس سكين بيض وما كاش فاير باس كل حاجه. الحدث هذا ما على باليش برك اليوتيوبر اللي عندهم جواهر وهذا المكان. بخوتي هذا السيرفر هذا فخوتي في الـ في الـ في المتجر التخفيضات هذا ما كاش فاير باس داخل، ما تحقوش كاع الحد ما كاش فاير باس. اما اخوتي كان احتمال ينزل المتجر غامض في هذا الشهر او في اواخر هذا الشهر ان شاء الله، شركه قالت تنزل معنا متجر غامض، او ان تنزل متجر غامض كما قلت في الفيديو السابق تنزل معنا تخفيض للفاير باس في المتجر ب 600 جوهره او اقل. اقول لك يا حبيبي اللي بغى يشحن فاير باس ما تشحنش كاع فاير باس، انتظر متجر غامض ينزل قريبا او في تخفيض في الفاير باس في اواخر هذا الشهر. الفاير باس توقعات بقى له فقط 9 أيام او 8 أيام، ما تشحنش فاير باس لو كان 600 جوهره، غادي يهبط ان شاء الله فاير باس ب متجر غامض او بمتجر التخفيضات ان شاء الله، متجر في المتجر ان شاء الله او متجر التخفيضات او في المتجر ان شاء الله ب 600 جوهره اخوتي. ف ما تجيبوش دوك الفاير باس، نستناو ان شاء الله في هذا الشهر او في اواخر هذا الشهر ان شاء الله اخوتي، فكونوا مستعدين. اوكي اخوتي ثالث تسريب في هذا الفيديو، تسريب جدا اسطوري عن التحديث القادم. بو كما ترون في هذه الصورة اخوتي، هذه الصورة عن شيء طلبناه منذ زمن طويل منذ بداية فري فاير الى الان طلبنا هذا الشيء. فمطور بدر تكلم عنه واعلنه ان في تسريب في التحديث القادم سيكون ان شاء الله في فئة فري فاير.
على خاطر تحول الحسابات الى حساب اخر، او مثلا عندك كونت في الفيسبوك تحول الخط تحوله للجيميل او للتويتر او اي يعني اي موقع اي اي ما تحب اخوتي، الى عندك فيسبوك تحوله لجوجل، عندك جوجل تحوله للفيسبوك او تحوله للتويتر او اي شيء اخوتي، شيء جدا اسطوري تكون في الفتره القادم ان شاء الله. فانا جدا متحمس تحول حسابي الى الجوجل. بس بغيت اخوتي تبيع كونتك ولا شي حاجه، بغيت كونتك تبيع كونتك فري فاير وتم مرتبط به في الفيسبوك ولا شي جوجل، يعني مرتبط بالجيميل تاع جوجل ولا شي حاجه ولا تاع فيسبوك، انت تحتاج لك الحساب اخوتي، اخوتي تقوم بتغييره الى الجيميل او الى تويتر، فهذا شيء جدا راهي منتظره بكل 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 يا اخوتي بكل رجوله بكل قوه ان شاء الله اخوتي. فكونوا مستعدين ان شاء الله في التحديث القادم ان شاء الله. اوكي اخوتي، في اخر تسريب في هذا الفيديو الشيء اخوتي، بون ما لا يعني الدين الاسلام، لا يعني ان السيرفر مينا لا ينزل في السيرفر مينا اخوتي، اتوقع الاعراض نزلت في السيرفر مينا. بون كطول الان في هذه الصوره اخوتي عن حدث الكرنفال اللي نزل فيه، اتوقع الديانه المسيحيه او ما شابه، لا لا اتوقع الديانه المسيحيه اخوتي في السيرفر البرازيلي. في هذه الصورة اخوتي بعض الجوائز تحصل عليها بعض اللاعبين في السيرفر البرازيلي، يعني تسكيب نرجع السيرفرات اخوتي، احداث تنزل ان شاء الله في السيرفر البرازيلي. بعض الجوائز مثل هذا السكين مثل هبطنا في الجولد روي ماسكين الرجل هبطنا اخوتي في بشكل مجاني مع بعض الاعراض الاسطورية اخوتي، شي من الحقائب و القنابل و التوكن، اتوقع التوكن اخوتي تستبدلوا التوكن اخوتي، اتوقع هذا هو التوكن الرئيسي اخوتي لهذا الحدث. فاخوتي هذا كما قلت هذا الحدث لا يعني ان ينزل ابدا في السيرفر مينا، لن ترى ابدا في السيرفر مينا هذا الحدث اخوتي، يخص فقط الديانه المسيحيه او السيرفر البرازيلي فقط. فاخوتي اشياء نزلت معنا اخوتي في هذا السيرفر مين السيرفر مينا من هذه الاقنعه، وهذه حصلنا هذا السكن من ماسكن الرجل البرازيلي. فاخوتي توقع هذا السيرفر هذا يكون اشياء نزلت من قبل اخوتي تحول الديانه المسيحيه كما قلت لكم اخوتي. اوكي قلت اتوقع وصلنا لهذا الفيديو، شكرا لكم لكل شخص دعم الفيديو باللايك وصل لهذه الدقيقه من هذا الفيديو اخوتي، مثلا ما اشتركتش اشترك اخوتي، فعل اللايك وفعل جرس التنبيهات باش يوصلكم جديد اخوتي. يلا نوصل ل 2000 مشترك قبل نهايه سنه 2020 او دخول سنه 2023 اخوتي. فا اخوتي نظرا فيديو جد وحده اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.